انبوح انظل الليلة على ضوء القمر سامر ونار الشوق تشعل في حنا صدره ودمع عينه مثل قطرة المطر في المملكة مسكين لله قد ترك أمره وكل ما نوي ترحل وقررت السفر صدر جنبي لي نقودي مرة ورا مرة ما كنت بالغربة ولكن القدر حكم على أبو حنظلة واسقاه من مرة بيتي ثلاثة دار مبني من الحجر مشرف على سبان حيث الغيل والخضرة يا محسن القيلة ويا محلى السماء في دارنا والعيش عند الأهل والأسرة ينبشراني بي يا وزيق صدر أمسيت سالي يوم قالوا في ذاتي حرة ودعت بي وأهلي ومن حولي حضر وعاد أنا طايش بسن الثامنة عشرة وصلت إلى حيث النبي فيه اعتمر صليت فيها فرض وأدينا بها العمرة وبعدها توكلت في موتر شفار سواقها ياخذ مقدم حقها الإجراء وصلت إلى حيل على صحراء وحار بعد العشاء بالليل والدنيا بها قفرة صابتني الوحشة وقلبي ما استقر وسالت دموع العين وصابت قلبي الحسرة وامسيت في دكان قادنها الطفر لا سامحه ما فيه لا خبزة ولا تمرة سلامتكم.